أسعد الله مساءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم، نحييكم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن أعزائي مع أهم أخبار الساعة 12. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من تلفزيون الكويت ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، السلام عليكم وطابة أوقاتكم. أحييكم من تلفزيون الكويت وأقدم لكم موجزا لآخر الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون الكويت نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الساعة 6 مساء. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون الكويت من القناة الأولى نحييكم وموجز الساعة 11. يقل لتحقق في حادث طائرة النقل العسكرية الأمريكية التي هبطت اضطراريا بمطار الكويت. ذكر متحدث عسكري باسم وزارة الدفاع أنه تم تشكيل فريق كويتي أمريكي مشترك بكم. أيها السادة، موجز لآخر وأهم الأنباء من تلفزيون دولة الكويت. سمو أمير البلاد يقيم مأدبة عشاء على شرف صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مقر إقامته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة 9 من تلفزيون دولة الكويت من هنا من الكويت عاصمة الثقافة العربية. سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء من الكويت. أهلا بكم وإلى العناوين. أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام والجميع بخير، نحييكم وإلى حضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى موجز لآخر وأهم الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة الثالثة مساء من تلفزيون دولة الكويت، نبدأها بأهم العناوين. أهلا بكم، سمو أمير البلاد يستقبل فم مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة التاسعة مساء من تلفزيون دولة الكويت، نبدأها بأهم العناوين مع الزميلة منعي. شكرا فايز وأهلا بكم مشاهدينا. سمو أمير البلاد يشمل أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم معنا إلى موجز الأخبار. We now bring you the late night news in brief. نتكلم كلها Welcome to the 8 o'clock news from Kuwait Television. And for tonight's headlines, let's join Nahil. Good evening. In tonight's headlines, King Abdullah of Jordan hold talks in Ramallah to try to revive sunken submarine Kursk. Good evening and welcome to tonight's news. I am Najwa Asran. And I'm Ahmed Maki. Thank you for joining us. Kuwait celebrates the Thank you for joining us. Happy Liberation Day and welcome to the KTV2 News at 7. I'm Najah Al-Fazan. And I'm Justine Shah Jackson. Good evening and welcome.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 7 o'clock main news.